نرجع من العالمية للمحلية ولو بشكل مؤقت ونرجع للعالمية تاني. وعلى قول نهاوند فعلا كرة السلة عندنا كلام كتير لازم يتقال في إطارها، وخصوصا ان يعني النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عامل شغل فيها يعني محترم جدا كما هو الحال في كل ألعاب الصالات. تعال نقف عند ماتش الأهلي والاتحاد السكندري، الند الكلاسيكي زي الجزيرة كده والزمالك للنادي الأهلي في كرة السلة، شفت الماتش ده ازاي؟ طيب في البداية هنتكلم على ألعاب الصالات في النادي الأهلي، يبقى لازم في الأول نتمنى كل الدعوات بالشفاء العاجل للسيد العام فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وواحد من مهتمي يعني وملهمي ألعاب الصالات في النادي الأهلي. كان كل جماهير كرة السلة المصرية معظمها على السوشيال ميديا، البوست الرسمي اللي كان بينزله العم فاروق بعد كل ماتش الناس ابتدت تشير اخر بوست ليه، فيعني نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يكون معانا في اقرب فرصه. وطبعا الرساله امبارح بتاعت النادي الاهلي يعني فتره وهتعدي، العم فاروق قد التحدي وان شاء الله ربنا يكرمك. انت عيله فعلا، هاشتاج عيله الاهلي اللي بالملايين، مش كلام وخلاص ومش هاشتاج وخلاص يا جماعه، فعلا عيله الاهلي يعني. وده اعتقد بيحصل مع كل فرد طبعا بالاختلاف بقى يعني، لان برضو سياده الوزير عمرو فاروق محبوب زياده، خلينا نقولها بالشكل ده، فتلاقي عشان قريب جدا من الجمهور ده وقريب جدا من كل انا عايز اقول لك الماتشات اللي هو ما كانش بيحضرها في الاستاد، انا بروح النادي كنت كتير جدا كمان من سنه تحديدا، بيبقى موجود قاعد مع الناس على الشاشه الكبيره بتاعتنا بيتفرج على الماتش يعني، هو قريب جدا قريب جدا من كمان. انا كنت حاضر في نهائي المرتبط على ذكر كره السله، الدوري المرتبط السنه اللي فاتت الاهلي والاتحاد في صاله حسن مصطفى في 6 اكتوبر. عايز كنت بعد الماتش بطلب منه اعمل حوار، قال لي لا انا ما فيش خالص، كل الحوارات والانترفيوهات وكل الشو للجهاز الفني واللاعبين، انا ما فيش خالص. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله. بالعوده بقى للماتش، ماتش قوي جدا جدا جدا. شابوه طبعا في الاول لفريق مرتبط النادي الاهلي لان هو الاعاد الفريق الاول واداله الفرصه، اللي انت بقى فوز ماتش هيخليك توصل للنهائي. السيمي فاينال ما بين الاهلي والاتحاد يعني لقاءات كلاسيكيه طبعا. في خلال خاصه طبعا. اخر 3 سنوات دوري المرتبط دي بتبقى البطوله بدايه السيزون بقى والتجهيز للسيزون الاعظم اللي هو دوري السوبر المصري. الاهلي والاتحاد متعادلين في عدد البطولات 8-8 وسبورتنج بطولتين. خساره الماتش الاول كان في علامات استفهام لفارق عدد النقاط، الاهلي خسر بفرق 14 نقطه في المباراه الاولى، فبالتالي كان في تخوف شويه من الجمهور لسبب الخساره دي الجابي الكبير. لكن في لقاء العوده كان جمهور النادي الاهلي كتير جدا عنده قناعه ان الفريق يقدر يعود، لان ده حصل في السنوات اللي فاتت في الدوري المرتبط، كان الاهلي بيخسر فريق الماتش الاولاني في الكبار وبيعوض فيه الماتش الثاني، بس كان دايما بيبقى في النهائي مش في قبل النهائي. اللي انت تبقى خسران 3 كوارتر وتعمل كامباك في الكوارتر الاخير بقياده الثنائي دولت يعني حدث ولا حرج عليهم، البوب ايهاب امين ويعني والماجيك عمرو الجندي، الثنائي قدم كوارتر رابع و5 دقائق وقت اضافي للتاريخ. اوجستي طبعا يعني ما نقدرش ندخل طبعا يعني ما نقدرش ندخل حقه في قياده الفريق، لان المباراه دي كانت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، لان كنا بنتكلم قبل كده اللي انت تخسر انديه عربيه وبعد كده تقوم خسران في الانتركونتيننتال وبعد كده تخسر خساره بطوله ثالثه في بدايه موسم، فكانت هيبقى انت عوضتها بالسوبر. وكان في علامات استفهام على الاداء، لكن الفوز على الزمالك الغريم التقليدي في السوبر المصري كان بدايه كويس. زي ما احنا شايفين طبعا ان فوز النادي الاهلي ده هيخليه لاعب سموحه في الفاينل. والغريب توقعاتك بقى، لان برضو المباراه دي بص يعني مباراه مش سهله. ليه؟ الاثنين مرتبط دولت ما خسروش ولا ماتش، يعني مرتبط النادي الاهلي طول المشوار البطوله ما خسرش ولا ماتش، سموحه نفس الموضوع، والاثنين دولت هم اللي رجحوا فرق كفه الفريق الاول، سواء سموحه امام سبورتنج او الاهلي امام الاتحاد. قياده فنيه لمحمد اشرف توفيق في النادي الاهلي لفريق المرتبط تحت 18، مؤمن ابو العينين في نادي سموحه، ماتش صعب جدا اللي هيحسمه اعتقد
مباراة الناشئين، مباراة الفريق الأول هتبقى فيه كفة راجحة بحكم الخبرة وبحكم السكواد للنادي الأهلي بنسبة 60-40، ما تزيدش عن 65%. يعني انت شايف ان الماتش هيبقى اصعب من ماتش الاهلي مع الاتحاد؟ لا هو مش اصعب بس مش سهل. اكيد يعني انت برضو سهل. انت بس النقطه في ايه؟ انت لما بتخش تجهز منتال لماتش الاتحاد هتبقى في قمه تركيزك، بتقل شويه لما لاعب سبورتنج، بتقل شويه لاعب سموحه، بتقل شويه، فاهم قصدي؟ هو بحكم اللاعب المصري هو الطبيعي ان انت منتال تبقى جاهز لكل الماتشات بنفس الدرجه.